في ضباب، طيران ما بيبدأ لبكرة الصبح. رح ناخد طيارة خاصة. اجت الشرطة. يا حسن يا ربي دخيلك يا ربي. الو الو زاهر، شو صار؟ هلأ اجت الشرطة. الكلب خطف لي بنتي. دخل على البيت وخطفها. الله لا يوفقك. لا ولي بنتي، لا ولي بنتي، الله يخليكم. روقي امي طولي بالك، روقي روقي. الحارس مخدرين وليك برا. يا سيدي خدروه وخطفوها. الو الو زاهر. ايه لك شفيق نايم مثل الدب، ما بعرف شو صار له، يمكن مخدرينه. طولي بالك يا الله. وامينه مانه إلها علاقه بالقصه؟ شو بيعرفني يا زلمه، يمكن هي السبب بكل شيء صار. وسيارتك معنا هون كمان، خاطفينا فيها. الله يلعنهم. هاي المحقق. لا ولي بنتي، مشان الله حضرة المحقق، لا ولي بنتي. سهيلة بدي بنتي. سهيلة الله طولي بالك. بدي بنتي. يا الله الله يخليك. بدي بنتي سهيلة. لا ولي بنتي. بدي بنتي. ايه اجى المحقق عمر. سهيلة الله يرضى عليك، طولي بالك. خذوا هذول وزعوا الدوريات بالشوارع. شو صار بالسيارة؟ عم ندور عليها. طولي بالك طولي بالك. يمكن أمينة لها علاقة بالقصة لأنه هربانة وما عاد لقيناها. ألو أيوة تمام. طيب 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 شكرا لك، لقينا طيارة، شركة خاصة جابت لنا طيارة صغيرة، رح نطير فورا. يا الله بخيلك، ما كان لازم أتركها لحالها. كيف عملت هيك؟ الله يلعنك.